بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. وصلنا معكم أيها الإخوة المؤمنون إلى سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، صحيفة 603، تقريبا آخر صحيفة من القرآن، آخر قبل آخر صحيفة من القرآن. أخذوا من آخر القرآن، ابدأوا من آخر القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وصل على محمد وآل محمد. هذه الآية لها أهمية خاصة، لأنها تخبر أن نظام الوثنيين والمشركين قد انهار، وأن المعبودات الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله في الكعبة وغير الكعبة، هذا النظام انهار بعد، راح انتهى، وأن الذين كانوا يعبدون الأصنام إلى يوم أمس الآن يدخلون في دين الله وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، موحدات سابقا آحاد، اليوم واحد، باكر اثنين، اليوم عقبة واحد، لكن هاي الآية تقول يدخلون في دين الله أفواجا، مو واحد واحد، مو اثنين اثنين، أفواج، فوجا بعد فوج. ولذلك علينا أن هذه الآية الكريمة نتدبر فيها ونواظب على قراءتها، سواء في صلاة الفريضة أو صلاة النافلة، لأن ورد في الحديث أن من قرأ سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح في أي صلاة فريضة أو نافلة، فالله سبحانه وتعالى يعطيه ثواب من كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن واظبوا على قراءة هذه الآية في صلواتكم الفريضة، صلواتكم النافلة، وحتى في غير الصلاة على طول، إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخره. يقول سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، شو وقت نصره؟ طبعا نصر الله مو الله سبحانه وتعالى يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هل هذا المقصود نصر بدر؟ لا. ليش؟ لأن وراها فتح، معركة بدر صار بيها نصر لكن فتح ما بيها، هذه نصر وفتح. والفتح شنو المقصود بالفتح؟ المشهور بين عامة المفسرين أن المراد به فتح مكة، لأن أكو آية أخرى بس سورة أخرى سورة الفتح ليس المقصود بها فتح مكة. كل المفسرين سنة وشيعة يقولون قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليس المقصود فتح مكة، وإنما صلح الحديبية. وصلح الحديبية تكلمنا عنها في سورة الفتح، هذه السورة نزلت بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة،
يعني بعدها فك إما سنة إلها أو سنتين بعدها مو مفتوحة. ولذلك يقول إذا جاء نصر الله أرد يبشر نبيه يخبره بأن هذا الفتح راح يجيك. إذا إجاك وشفت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ذاك الوقت أنت لك يا رسول الله ثلاث واجبات. الواجب الأول فسبح، راح نتكلم أولا شنو معنى التسبيح وليش الله يقول للنبي وراء هذا الفتح المبين سبح. الواجب الثاني بحمد ربك. الحمد ليش؟ ما الله يأمر نبيه بثلاث أوامر. الأمر الأول التسبيح، ولازم نعرف شنو معنى التسبيح، شنو علاقته بالفتح، شنو علاقته بالنصر. ترى القرآن بها فيه دقة، ونحن مأمورون بأن نتدبر ونصل إلى أعماق القرآن. الأمر الأول رسول الله مأمور بالتسبيح، الأمر الثاني مأمور بالحمد، الأمر الثالث مأمور بالاستغفار. الاستغفار ليش؟ يعني رسول الله كان مذنب؟ قطعا لا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. هاي ثلاثة. وبعدين السبب استغفره ليش؟ إنه كان توابا. تواب الله سبحانه وتعالى كثير التوبة، يقبل التوبة حتى مني ومنك. أنا وإنت إذا أذنبنا أي ذنب من الذنوب باب التوبة باب الاستغفار مفتوح إلي وإليك، علينا أن نستغفر. يقول المفسرون هذه السورة نزلت بعد سورة الفتح. سورة الفتح لأولها إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الذين وينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب إلى آخر. وهذه نزلت في قضية صلح الحديبية، وتكلمنا عن صلح الحديبية وراها إما بسنة أو أقل أو أكثر. صلح الحديبية وقع في سنة 6 من الهجرة، فتح مكة وقع في سنة 8 من الهجرة. منتبهين؟ يعني كم سنة بينهما؟ سنتين، سنتان. هسه ما بين هذين سنتين هاي السورة الصغيرة، الصغيرة في ألفاظها الكبيرة في معانيها، نزلت في خلال هالسنتين. إيش قد هالسنتين؟ هالسنة قبل الفتح، سنة بعد إنا فتحنا، أو شهور. على كل حال مسلما بينهما حصلت. وفي ذلك أولا بشارة، بشارة أن الله سبحانه وتعالى ينصرك، لكن هذا النصر يختلف عن باقي النصر السابقة، لأن الله في معركة بدر الله نصر، في غزوة السلاسل الله نصر، في غزوة الخندق نصر، في غزوة أحد نصر، في غزوة الخيبر نصر، نصر نصر نصر. لكن كلمة الفتح، خيبر هم الله فتح خيبر، لكن فتح مكة أعظم من فتح خيبر، شيء طبيعي. خيبر كان جزءا منطقة كانت بيد اليهود، الله سبحانه وتعالى فتحها. وتعرفون كلكم قال باب خيبر من هو؟ علي بن أبي طالب سلام الله عليه. لكن مكة كانت أولا عاصمة قريش، وقريش أقوى قوة عربية ذاك اليوم بالجزيرة العربية، يعني شو أقول لك، بمنزلة نيويورك أو واشنطن الآن هالشكل يعني. فالله تعالى يبشره يقول له أنت هاي عاصمة أقوى قبيلة، وأقوى قبيلة كافرة عدوة معارضة إليك، راح تكسر خشومهم، راح تستولي عليهم. فهذه بشارة، لكن ضمن هالبشارة هاي الصورة لما نزلت إجا النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد، صعد المنبر قرأها، المسلمين فرحوا
فرحة. لكن العباس عم النبي قام يبكي، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عم ليش تبكي؟ قال: أبكي أن هاي السورة تقول أن عند الله ينعاك، ينعاك يقول عمرك انتهى، أديت رسالتك. قال: صدقت يا عم، صحيح صحيح. ولذلك ما عاش رسول الله بعد هذه السورة إلا سنتين، سنتين وشهر شهرين مو أكثر. هاي راح نتكلم عنها. عباس ذكي، العباس عم النبي ذكي. شلون استنبط؟ راح أقول لكم شلون استنبط هذا المعنى. مع ما بهذه السورة ماكو إشارة إلى موت النبي ولا إلى أجله ولا إلى انتهاء عمله، لكن الأذكياء يستنبطون معاني اللي غير الأذكياء ما يستنبطوها. على كل حال يقول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله، النصر من الله، علينا أن نعرف أنه دع أنك الانتصارات اللي حصلوها الكفار والمنافقين وأمريكا وبريطانيا وإسرائيل، لا، هذا النصر من الشيطان، أو بالأحرى ليس نصراً. تقدمات الحملات العسكرية اللي سووها هذا لا يسمى نصراً، هذا مجرد استدراج، مجرد امتحان. ولكن النصر الإسلامي الذي فيه إعلاء كلمة الله، انتشار روح الإسلام، ها، هذا النصر لا بالدبابات ولا بالطيارات، إنما هو من الله. ومن نصر إلا من عند الله، دائما هذا لازم هم نعرف. زين، ما طول وصلنا هنا، اسمحونا أن أسألكم، عندكم خلق أسأل؟ إذا إحنا الآن في زماننا أردنا نصر الله نقدر نحصله ولا؟ جاوبوني، نقدر بأي طريقة نقدر نحصله؟ ها؟ نعم، إن تنصر الله بعد شنو؟ صار معلوم؟ هسه هذا كلامي في حق في محله يومون. إذا الآن ليش حكوماتنا خاصة دولة فلسطين ومصر وسوريا ومدري لبنان ليش الآن ليش نصر الله ما ينزل؟ ليش ما ينزل؟ يعني الله يكذب؟ حاشا، إن الله لا يخلف الميعاد. الآن حكوماتنا وشعوبنا معظمهم مو فكر نصر الدين، كلمة إن تنصر الله ما يسموها. كل واحد يريد ينصر حزبه، ناس ينصرون جيوبهم، ناس ينصرون شهواتهم، ناس ينصرون كراسيهم. الله منسي، الله منسي. الأطماع والأحزاب والكتل السياسية، هذا اللي كله تارس قلوبهم وأذهانهم وعقولهم وجهودهم وأفكارهم وهمتهم، هذا. ولذلك الله تدري شو يقول؟ ذلك اللي ينسون الله، ينسون ربهم، شو يقول لهم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. مع الأسف، وإلا الله ما يقصر. إذا حقيقة أي شخص ولو فرد معين، فرد معين اسمه زيد، اسمه عمر، اسمه حسن، أي واحد، إذا نصر الله سبحانه وتعالى مو بس بالسيف والسلاح، بيده، بلسانه، بماله، بكتابته، بخطابته، بموعظته، بأي عمل، بمقدار حجم النصر الذي هو ينصر الله، أضعاف ذلك الله ينصره. مو بس ينصره، لا، أنت إذا نصرت الله أنت أعطي لله واحد، الله يعطيك اثنين. شنو الاثنين؟ أقرأ الآية أشو تقدر تطلعون الاثنين ولا؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يعطيك عطيتين، عطية الأولى نصر
عطيتنا الله يثبتك حتى لا تتزلزل، حتى لا تضعف، حتى لا تفشل. كثير من الناس يقوم بعمل بعدين يفشل، حتى الحكومات، حتى الجيوش، حتى العساكر، أول يخطو خطوة بعدين يأخذ الغرور يفشل، الله يسحب نصره منه. لكن إذا نحن إذا نصرنا الله حقيقة، نصرنا مو مجرد ادعاء، لا، نصرنا الله بقلوبنا وأعمالنا، والنصر كان لله خالص بدون رياء، بدون سمعة، بدون أنه أمام الناس وقدام الجماهير أنا سويت كذا أنا سويت كذا. وهذا المثال أنا كثيرا ما ذكرته على المنابر وتحت المنابر. أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قتل عمرو بن عبد ود، ضرب بالسيف كسر ساقه، عمرو سقط على الأرض، الإمام قمز قعد على صدره وخلى السيف يقطع رأسه. بعدين المسلمين من بعيد شافوا أن علي عليه السلام قام ما قطع رأسه، قام ومشى خطوات بعدين اجى قطع رأسه. قالوا يا أبا الحسن ليش أول مرة ما قطعت رأسه؟ اسمع هذا درس، والله درس إلي وإلك. قال إن عدو الله أغضبني، قسم قالوا تفل في وجه الإمام، قسم قالوا سب الإمام، فطبعا الإمام غضب. إذا في حالة الغضب لنفسه لو كان يقطع رأسه معناته نية المن صارت للشفاء يجتمع وخربت العملية. بعد تنصر الله ماكو، علي بن أبي طالب يريد يطبق عمل حتى يكون بالمية مية النصر، مو الاشتفاء نفسه، بالمية مية لله، حتى مو بالمية 99 لله وبالمية 1 إليه أبدا. ولذلك أوصي إخواني، أوصي نفسي، كل من يسمعني، إذا أنت موظف، إذا أنت معلم، إذا أنت بالجيش، بالشرطة، بالحكومة، بالوزارة، بالنيابة، أي عمل اللي عندك، إذا أردت النصر الواقعي حتما من الله، سوي شغلة أمير المؤمنين، اتعلم من أمير المؤمنين، اجعل عملك كله بالمية مية خالصا لله. وأنا أوصي نفسي أيضا، أقول يا مرتضى القزويني أنت اللي تكلم منا، أنت من كلامك لازم تكون كله لله، لا تتوقع أحد يشكرك، أحد يبوس يدك، أحد يقولك أحسنت، أبدا. وإلا إذا أنا أتوقع أنه أنا أتكلم حتى هذا يقول لي أحسنت وهذا يقول لي كذا يشجعني، كلامي فلسيا ما يفيد، فلسيا ما يفيد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تسمعني حبيبي، وأنتوا إن شاء الله في اليوم إذا صرتوا بعمل، إذا خطابة، إذا كتابة، إذا وظيفة، إذا عمل، أي عمل، من الآن خلي قلبك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له. لا شريك له يعني شنو؟ يعني بالمية مية لله، مو بالمية 99 ولا 99، كل لله. وهي ترى يدي لها شجاعة، اسأل الله أن يعطيكم هالشجاعة هذه حتى يكون عملكم خالص 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 لله، بعدين نصر الله ينزل، ينزل حتما. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس. زين الآن ندخل قضية الفتح، فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، ليش صلح الحديبية الله سماها فتح؟ هذا الصلح سبب لأن الله يفتح مكة، لأن إلى صلح الحديبية، ما الآن تدخل في تفاصيل الحديبية، الصلح ما بين الجانب الإسلامي من رسول الله وجانب الكفر، سهيل بن عمرو كان سفير الكفار، كتبوا بنود الصلح، بنود الصلح 15 بنود، كانت واحد من البنود أنه أي قبيلة من القبائل العربية أرادت أن تلتحق بمحمد صلى الله عليه محمد وآل محمد، يحق لهم ذلك. وأي قبيلة أرادت أن تلحق بأعداء محمد يعني بقريش لهم ذلك. وهنالك هدنة
وقف إطلاق النار، زماننا يسمونه إطلاق النار، إلى 10 سنوات ما بين الجانبين. إجوا قبيلة خزاعة، إجوا التحقوا بالمسلمين، صاروا طبق حلف وياهم. قبيلة بني بكر صاروا مع من؟ مع قريش. بعدين هاي القبيلتان بينهما قبل القضية كان فيهم بينهم عداوة وثارات، حتى بعد هذا الصلح ما التزموا بالثارات، ما التزموا بالثارات، صار بينهم قتل. وإجوا حلفائهم من قريش، مصعد حلفوا يا قريش، قريش غدروا بهذا الحلف بهذا الصلح، شالوا سلاح بالليل، راحوا طبقوا ويا بني بكر ضد من؟ ضد خزاعة. فجاء رئيس خزاعة الشيخ عشيرتهم، إجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ورسول الله بالمسجد وأصحابه وياه، يقول القريش اللي كتبوا كتاب صلح أنه لا يعتدون، هذا صلح نقضوه، نقضوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له حسبك يا عمرو، يعني افتهمت مقصودك. بعدين دخل على زوجته ميمونة قال لها صبي لي ماي، صبت له ماي، اغتسل، قال لا نصرني الله إن لم أنصر خزاعة. وصمم على أن يتوجه إلى فتح مكة، فتح مكة، ولكنه شيء اللي كان يريد، أهالي مكة عندهم استخبارات قوية، استخبارات عسكرية، وكان أبو سفيان بالذات يدور جواسيس يعطيهم فلوس أجرة روح تجسس هل إن محمدا، صلوا على محمد وآل محمد. يريد يهاجمنا أو لا؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله، قال اللهم أعمل أخبار عن قريش. يعني شنو؟ يعني 60 استخباراتهم بعد ما تشتغل، لأن الله سد الأخبار بعد. إذا الله سد الأخبار بعد، أحد يقدر يتجسس؟ حتى فد واحد من المسلمين ضعيف الإيمان اسمه حاطب ابن بلتعة كتب كتاب مو عن نفاق، عن جهل، كتب كتاب بواسطة فد مرة، هاي المرة جاي تقدي، اعطاها الكتاب، قال روحي اعطي هذا الكتاب لأبو سفيان. والمرة ما تدري شنو بالكتاب، لكن جبرائيل استخبارات الرسول أقوى، مدير الاستخبارات جبرائيل، عندنا الآن بالعراق مدير جبرائيل نزل، قال يا رسول الله هاي المرأة اسمها سارة راكبة على بعير تحمل فد كتاب من حاطب ابن بلتعة، روح أخذ الكتاب منها. أمير المؤمنين عليه السلام بعث الزبير وعلي بن أبي طالب، قال هاي المرأة اسمها سارة راكبة بعير بمنطقة يسموها خاخ، شايلة كتاب، شايلة كتاب، أخذ الكتاب منها بس لا تضربوها ولا تأذوها. لحقها أمير المؤمنين والزبير، قال لها جيب الكتاب، قالت والله ما عندي، ولا تجيب الكتاب. الزبير قال لها جيب الكتاب، قالت ما عندي، تعالوا خموني ما عندي. الزبير قال يا علي هاي تقول ما عندي، شنو ما عندي؟ يعني هاي تصدق الله يخذب؟ جر أمير المؤمنين سيفه، قال ولا تجيب الكتاب الآن أطير راسك. قالت زين دير وجوهكم، دار وجوههم، مدت ايدها بداخل شعرها، ما ادري كم حق شعر عندها، طلعت الكتاب من نص شعرها، خلص اخذوا الكتاب منها جابوا. هسه القضيه طبعا بعدين هم نزل القران سوره الممتحنه وما علينا بهذا. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم واعلن، ما قال لهم وين رايحين، أمر بأن يستعدوا للمعركة، لبسوا لأمة حربهم، خيولهم، إبلهم، أسلحتهم، سيوفهم، عددهم صار 10,000، وهذا لأول مرة 10,000 مقاتل.
بالأول 200 300 500 400 ألف، الآن 10,000 مقاتل. العشائر والقبائل والمقاتلين مهاجرين وأنصار توجهوا مولانا يوم أول رمضان من المدينة باتجاه مكة، وصلوا 10 رمضان 10 أيام بالطريق، وصلوا إلى منطقة قريب من مكة، كلش قريبة قريبة من مكة. فاتتني في المسألة، أبو سفيان شان يدري بنفسه أنه غدر وأن رسول الله راح يهاجمهم، فإجب أثناء هالفترة إجا إلى المدينة، لأن صلح بعد أكو أمان، إجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد تعال، هاي المدة الصلح بما بين مددها وجدد العهد. قال شنو غدرتم يا أبو سفيان؟ قال لا ما غدرنا. قال إذن شنو جاي بعد؟ إحنا على عهدنا، أنتوا إذا غيرتوا إحنا ما غيرنا. وكان العهد يقول أنه إذا أي واحد من الجانب خرق ونقض العهد، الجانب الآخر إلى حق أن يهاجم ويقاتل، والطرفين موقعين. لذلك إجا إلى أبي بكر قال يا أبا بكر تعال أنت صير واسطة، قنع صاحبك. قال ما أقدر أقنعه. إجا إلى عمر، عمر هم أيسه. إجا إلى بنته أبو سفيان، بنته زوجة رسول الله، بنته أم حبيبة أخت معاوية. ليش الجماعة معاوية يسموها خال المؤمنين؟ لأن أم حبيبة أم المؤمنين، هاي هم هذا خال المؤمنين. عد يزيد شو يصير؟ أقول لكم يزيد شو يصير؟ ابن خال المؤمنين، الرقعة على هالبابوج بعد. الشاهد اجى إلى بنته، دخل عليها راد يقعد على البساط، أم حبيبة بنت أبي سفيان وخرت الفراش، قال بنية أترغبين بهذا الفراش عن أبيك؟ قالت هذا فراش رسول الله، هذا طاهر، أنت مشرك نجس. سبحان الله، قالت أنت مشرك نجس، ما تقعد على الفراش، اقعد بالقاع. هذا من شاب بنته هالشكل تعامله بعد، خلص اخرس بعد، خلص بعد ما عنده كلام. اجى الى سيدتنا فاطمه الزهراء سلام الله عليها، قال لها يا بنت محمد، يا بنت سيد العرب، هالشكل. قالت يا بنت سيد العرب، اطلبي من ولديك، من عمر ولدها الحسن والحسين، اطلبي من ولديك الحسن والحسين ان يجير، يعني يعطينا جوار، حسن الجوار امان يعني. قالت ان جوارنا جوار رسول الله، واما ولدي بعدهم اطفال صغار، ما وصلوا الى درجه اللي يقومون بها، هاي عمليه سياسيه عظمى. ايس من ابي بكر، من عمر، من بنته، من فاطمه الزهراء، اجى الى علي بن ابي طالب، قال يا ابا الحسن دير بالك انا وقعت في شده، سوي لي جاره، تعال انت سير. قال انا اقف في وجه رسول الله؟ مستحيل. قال سوي لي علاج، هل ترى علاجا؟ قال علاج، انت شيخ قريش، انت رجال لك منزلتك، اقف باب المسجد قول ايها الناس اني أجبت قريشا. قال عدي يفيدني هذا الحكي؟ قال لا ما يفيدك، لكن روح قول. هو هم بعد شو أحمق، إجا وقف باب المسجد قال أيها الناس إني أجبت قريشا، رجع قريش قالوا له ها أبو سفيان حصلت لنا أمان صلح. قال رحت على أبو أولا رحت على محمد طردني، أبو بكر طردني، عمر طردني، بنتي طردتني، بنت محمد طردتني، تا
تاليها رحت على أبي طالب، على علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب قال هكذا، قال وزن علي بن أبي طالب أم لعب عليك، يعني ضحك على لحيتك. مرت أيام، جيش رسول الله تحرك تحرك إلى أن وصل على مقربة قريبة قريبة من مكة، وصلها ليلا ليلا، 10,000 مقاتل. أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم يشعل نار قدام الخيمة مالته. 10,000 مقاتل، 10,000 بقعة نار. ها، تلك الليلة تلك الساعة أبو سفيان كان خايف، طلع هو وياه واحد ثاني وياه واحد ثالث يشوفون يشمشمون الأخبار. هذه كان وراء الجبل، من طلع من وراء الجبل شاب أوه نيران إلى مد البصر، قال شنو هالنيران؟ صاحبه قال ها نيران خزاعة، قال لا، خزاعة أقل وأذل من ذلك. العباس عم النبي أيضا كان راكب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ديجي صوب مكة حتى يخوفهم ينذرهم، يقول لا حد يستعمل سلاحه، ترى رسول الله ده يدخل مكة بدون قتال. بهالأثناء بالظلمة سمع صوت أبي سفيان. العباس عم النبي صديق كلش ويا أبو سفيان، أصدقاء وأكو علاقاتهم ماكو داعي نذكرها. أي صح، العباس قال أبو سفيان، أبو سفيان قال أبا الفضل، قال نعم أبا الفضل، قال بأبي أنت وأمي شنو هالنيران؟ قال ويحك يا أبا سفيان، لقد جاءكم رسول الله بما لا قبل لكم، 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل جايين يدخلون مكة، إجا يهرب لزمه العباس، قال وين تهرب؟ لو تطيح تطير للسماء يلحقك، وين تروح؟ قال إذا أردت الأمان تعال اركب على البغلة وياي، ها أدخلك على رسول الله وأخذ لك منه أمان، وغيري ما حد يقدر يخلصك. ركب أبو سفيان، ركب على بغلة رسول الله، يعني العباس كان راكبها، جاب من بين هذا المعسكر من بين الخيام بنص النيران. المسلمين لما وقعت عينهم على أبي سفيان قاموا واحد يبشر الثاني، جابوا عدو الله، عدو الله جابوا. عمر جر سيفه إجا يقتله، العباس قال له شنو انت كم اشتلو انا؟ اذا اقدر انت بخير روح وشتك بد واحد وقتله 100 مرة، طيب مالتك. هذا بداخل في جواري. مولانا جاب العباس أدخله على رسول الله، ورسول الله في قبته، قبة القيادة والحماية والحرس مطوقين، أدخله قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، هذا أبو سفيان جبته بعد أنت وكرمك. جلس أبو سفيان فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سفيان، ويزي بعد 21 سنة تحاربنا ما تعبت؟ أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ ها؟ بعدك مكلب بالأصنام مالتك؟ قال بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأكرمك وأحلمك، الكلمة ما تعجب يعني أنت تصل الأرحام، أنت كريم أنت حليم، ما أوصلك وأكرمك وأحلمك، لقد علمت لو كان لي إله غير الله لأغنى عني. أشو إحنا الآلهة مالتنا ما ساعدتنا ولا فلس ولا خطوة، أنت إلهك يوميا ينصرك يوميا ينصرك يوميا ينصرك. زين، هاي اعتبرها شهادة. فقال يا أبا سفيان ويحك، أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟
ها؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذا فإن في النفس شيئا. يعني شنو؟ يعني بعدني ما مصدق، ما مصدق أنا رسول الله. عباس جر سيفه قال له لك اشهد، قال أنا أطير رأسك، أنا بيدي أطير رأسك، اشهد يلا. فشهد مكرها، مكرها خوفا من السيف، تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أخذ عندك بالخيمة، صبح وقت الصلاة جيبه. أخذه العباس عنده بالخيمة، صبح صار وقت صلاة الفجر، العباس جاب أبو سفيان. أبو سفيان عاين في المنظر، شاف رسول الله دا يتوضي، المسلمين دا يتقاتلون على قطرات ماء وضوء رسول الله، ما يخلون قطرة من ماء تسقط على الأرض، هذا يمد يده وهذا يمد يده وهذا يمد يده، يعني عيونه راحت بقوقة راسه من شدة العجب. اي فاتوضى رسول الله، لأول مرة أبو سفيان يشوف صلاة جماعة بهذا العدد، 10,000 واحد وقفوا مع رسول الله، ركعوا مع ركوعه، سجدوا مع سجوده، قاموا مع قيامه. شاف عجيبة يا قيادة، هالمنظر ما شايفه مشرك بحد، حتى صلاة فردية ما شايف، فكيف بصلاة جماعة؟ خلصت الصلاة، تحرك الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس أخذ أبو سفيان وقف عند خطمة الجبل، أكو مضيق، مضيق لازم كل الجيش يعبرون هالمضيق حتى ينظر إلى جنود الله، ما قال جنودي أنا، اسمعني، قال حتى ينظر إلى جنود الله، يعني لا يفكر بالغدر، ليس هو مشكلة. وكان رسول الله يريد أن يفتح مكة بدون أن يسفك قطرة دم، لأن مكة بلد الأمن والأمان، يريد أن يحافظ على حرمة مكة، حرمة المسجد الحرام والبلد الحرام والبيت الحرام. العباس أخذ أبا سفيان وقفه، اجوا الجيش فرقة بعد فرقة بعد فرقة، وكل فرقة اللي من كانوا يصلون قريب أبو سفيان يصيحون الله أكبر، بهاي أصوات التكبير أبو سفيان أعصابه ومخه وعقله ودماغه يطير، ما سامع، كتيبة ورا كتيبة، يقول هذول منو؟ يقول هذول قبيلة ولد، هذول منو؟ إلى أن جاءت الكتيبة الخضراء وفيهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وهم مدججين بالسلاح، ما تبين حتى حدقات عيونهم، غرقانين بالحديد بس عيونهم تبين. لما نظر أبو سفيان قال هذول منو؟ قال هذه كتيبة رسول الله ومعه المهاجرون والأنصار. فقال يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، ابن أخوك صار ملك. قال لك لا تقول ملك، إنها النبوة. قال نعم إذن، من وراء خشمه. أين كلام يزيد حفيده؟ لعبت هاشم بيش؟ بالملك. مولانا تحرك الجيش، فوزع النبي صلى الله عليه وسلم جيش إلى 4 أفواج، وأمرهم أن يدخلوا الأفواج 4 في ساعة واحدة إلى المسجد الحرام، فوج من اليمين، فوج من الشمال، فوج من أمام، فوج في ساعة واحدة، حتى لا يكون أحد يفكر بالمقاومة، لا يصير دم. ومن الذين أعطاهم السلاح الراية 4 رايات، كانت سعد بن عبادة، سعد بن عبادة هذا مدني أنصاري مو من قريش، هذا قام يهز الراية يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحربة. أبو سفيان
اجى ركض الى رسول الله قال بأبي انت وامي يا رسول الله، انت اعطيتنا امان. ها رسول الله نادى: من دخل دار ابي سفيان فهو امن، ومن اغلق بابه فهو امن، ومن وضع سلاحه فهو امن. لا حد يشهر سلاح علينا، احنا ما جايين نقاتلكم، ما جايين للقتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث على سعد بن عباده، قال يا سعد شنو قلت؟ قال يا رسول الله ما قلت، قلت اليوم يوم الملحمه، اليوم تسمى الحرب. قال اشو؟ جيب الرايه، تعال يا علي، تعال انت خذ الرايه. اخذ الرايه من هذا ضابط كبير بدرجه فريق اول من ضباط الاركان، اخذ من الرايه سلمها الى مولانا امير المؤمنين. والشاعر يقول: والرايه تلوغ راعيها. قال يا علي امشي بها مشيا رقيقا، يعني لا تخوف احد. الروايات تقول لما قال النبي امشي بها مشيا رقيقا، امر النبي جنوده الفرقه مالته، قال امشوا على رؤوس الاصابع. الله اكبر. اسالكم يا اخواني، انتم شايفين بالعالم اكو جيش مسلح مقاتل يدخل بلد، هذا البلد اعداء للداء، يختلفون في الدين وفي العقيده وفي كل شيء، بعدين هذا الجيش يدخل ما يخلي هذا الابناء البلد يسمعون حتى صوت اقدامهم؟ فكان علي يحمل الرايه وهو يقول: اليوم يوم المرحمه. الله اكبر، الملحمه صارت شنو؟ صارت مرحمه. اليوم يوم المرحمه، فداك يا امير المؤمنين ارواحنا، فداك ارواحنا يا رسول الله يا نبي الرحمه، وما ارسلناك الا رحمه، مو بس للمؤمنين، حتى للمشركين، حتى للقتله، حتى للاعداء. والانهم نفس الدور نفس الدور. الان هالمذابح اللي تصير ضد المؤمنين كلها اثار ابو سفيان، وهالرحمه والشفقه اللي تصير من المؤمنين كلها اثار رسول الله وعلي بن ابي طالب. الان روح الى سوريا، روح للبحرين، روح للكويت، روح الى لبنان، روح الى مصر، وين ما تروح هذا الخط من يوم كربلاء الى باقي الايام، هذا المعسكران، معسكر ابو سفيان ومعاويه ويزيد هذا شعارهم، معسكر رسول الله وعلي والحسين هذا شعارهم، واحنا ان شاء الله متمسكين بشعارات وباهداف معسكر النبي وعلي وامير المؤمنين والحسن والحسين سلام الله عليهم. إلى أن صاحبنا مولانا يظهر، إلى أن يظهر سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، شعار شعار، الهدف نفس الهدف. يقول: دخلوا مكة في آن واحد، ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دخل المسجد الحرام، وقعت عينه على الكعبة فجعل يبكي. دخل رسول الله فاتحا وقال: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله وحده، وحده وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. قريش اللي حاربوا رسول الله 21 سنة حربا لا هوادة فيها، قالوا: الآن يؤمر محمد بقتلنا، ما يخلي لنا نسل، لا أطفالنا، لا نسائنا، لا شبابنا، لا شيوخنا. فوقف رسول الله بينهم خطيبا، قال: يا معشر قريش، بئس قوم نبي كنتم، لقد كذبتموني وآذيتموني وحاربتموني وأسقطتموني وأخرجتموني من مسقط رأسي، يعني طردتوني من مكة.
ثم ما اكتفيتم بذلك حتى جئتم إلى دار هجرتي وحاربتموني وقتلتم أصحابي وأهلي وأنصاري، وقد مكنني الله اليوم منكم، الله مكنني الله، فكيف تروني صانعا بكم؟ شو تتوقعون؟ شو أسوي بكم الآن؟ شو تتوقعون؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. راحوا عفيت عنكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني أنتم محكوم عليكم بالإعدام، لكن رسول الله ما ينفذ فيكم الإعدام، إنما يقول: فلما صار هكذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اجوا بعد ماكو فراق، الذي يصابحون إيده يتشهدون الشهادتين. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف الكعبة، فوق الكعبة، داخل الكعبة، أطراف الكعبة، 360 صنم كبار وصغار، أصنام من الخشب، أصنام من الحجر، أصنام من المعدن، من النحاس. راد يدخل الكعبة شاف متروسة أصنام، قال: طلعوا طلعوا هذا الرجس من الأوثان، طلعوها برا. طلعوا الأصنام ذبوهن برا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم داخل وآله وسلم داخل الكعبة، ثم إنه خرج وكانت الأصنام اللي متناول يده هالشكل بالمخصرة بالعصا مالته يأشر لها، ها توقع. هسه الخشب من يوقع ما يتكسر، لكن هذن الأصنام بإشارة من رسول الله كانت توقع تتكسر مثل الزجاجة، أصير ناعمة. وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أكو أصنام، اسمع، أكو أصنام فوق الكعبة، رسول الله ما يتنوش إيده. بعدين لو قال جيبوا درج كان دابوا له درج، لكن حتى اللي يجيب الدرج، ها، فاليوم كان يعبد الصنم، شاف هذول ما يهلهم. رادفت واحد اللي ما عابد الصنم، ما كان ولا دقيقة ولا ساعة إلى علاقة، الشخص الوحيد اللي ما كان إلا علاقة بهذه الأصنام من هو؟ أكو غير علي بن أبي طالب؟ قال: يا علي تحملني أم أحملك؟ قال: بل أحملك يا رسول الله. انحنى علي، وضع رسول الله قدمه على كتف علي عليه السلام، قال: كاد أن كتفي ينهى. هذا اللي قلع باب خيبر شاف ما يقدر، مو قضية قضية مادية، قضية معنوية، ثقل الرسالة، شاف ما يقدر. قال: دعني أحملك يا علي. الله أكبر. هنا انحنى رسول الله سيد الأولين والآخرين، المؤيد بجبرائيل، المنصور بميكائيل، انحنى ووضع علي قدمه على عاتق رسول الله، اللي فد مناسبة من المناسبات قال: أنا وضعت قدمي على خاتم النبوة. الله الله. فلما قام رسول الله قال علي: ظننت أن يدي وصلت إلى السماوات. سماوات، وأعظم الأصنام كانت هبل، هبل بقد الفيل، كانوا ناصبين فوق الكعبة. علي بن أبي طالب هيك يكلم بالعصاية، هذا هبل سقط اتهشم، صار سبحان الله مثل الزجاج المتكسر، اللات والعزى كلهم. وهو يقول: لقد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبهذا جعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وراها: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قبل ما أنزل التسبيح، لماذا التسبيح؟ معناه تنزيه، يعني الله تعالى منزه عن الضعف، الله مو ضعيف، الله منزه عن الجسمية، الله منزه عن خلف الوعد، الله وعده نصر عبده
وعده بالنصر نصره، هاي وحدة. وأما الحمد بعد أكو شيء أولى بالحمد من هذا العمل؟ إحنا لما نحمد نحمد الله على شنو نحمده غير على النعم مالته؟ وأي نعمة أكبر من هذا؟ فسبح بحمد ربك وراها فاستغفروا. استغفر إن رسول الله معصوم ما عنده ذنب. فكل مكان جاء الأمر بالاستغفار، بعض المفسرين يقولون يستغفر عن ذنوب أمته، عني وعنك، وإما هو نفس الاستغفار بلا ذنب يدعو إلى مقام العظمة، مقام النبوة، مقام خاتم النبيين. ولقصة ولفتح مكة قصص طويلة وعريضة، ما أشغلكم أكثر من هذا. أقول يا إخواني، نحن نقرأ هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فكان رسول الله يقول سبحانك اللهم وبحمدك وأستغفرك اللهم وأتوب إليك. عائشة وأم سلمة، أم سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله شو ملتزم؟ قال بهذا أمرت، الله أمرني. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ونحن إن شاء الله ببركة رسول الله، ببركة أمير المؤمنين، ببركة القرآن، ببركة الحسين، نتمنى يوم صاحبنا يجي إن شاء الله ومعه لواء النصر يرفرف على رأسه، جبرائيل وياه، ميكائيل وياه، وإحنا إن شاء الله أنصاره إن شاء الله وراه، ونرى بعيوننا كيف أن الله ينصر عبده ويحقق وعده الذي قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى ونريد، من اللي يريد؟ اللي يريد منه الله، رغما على آناف الكفار والمشركين والنواصب وغيرهم، ونريد أن نمن على من؟ على الذين استضعفوا، إحنا المستضعفين، على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون أمريكا وإسرائيل وهامان ووزرائهم عملائهم حكام العرب وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.